يكافح الشعب المصري علشان يوصل للاستقلال والدستور والحرية، مر بمراحل عديدة عشان نقدر نعرف كمان احنا واقفين فين النهاردة وايه اللي احنا عدينا عليه. وعشان نستعرض ده لخصنا لحضراتكم 7 مراحل للحياة السياسية في مصر وتطورها والحياة الحزبية كمان، هنستعرضها مع حضراتكم انا وسام وزميلي محمد، وهيبدأ بالمرحلة الاولى. شكرا وسام. كانت بداية الحياة السياسية في مصر في فترة وجود الحملة الفرنسية. في الفترة دي التف جموع الشعب المصري حول رموز المقاومة وقتها بهدف واحد، وهو طرد المستعمر الفرنسي من مصر، وبالفعل نجحوا في تحقيق الهدف ده سنة 1801. بعدها سقف طموحات المصريين عالي شوية، وبدأوا يضغطوا على الوالي العثماني لتعيين والي من اختيارهم، وتم ده فعلا سنة 1805، وتم تعيين محمد علي والي على مصر وقتها. كان عهد محمد علي هو عهد بناء مؤسسات الدولة الحديثة، وعمل إصلاحات إدارية كتير. من ضمن إنجازاته هو تشكيل المجلس العالي اللي احنا بنعتبره النواهي الأولى للحياة النيابية في مصر. لكن للأسف ما استمرتش الحياة النيابية كما كان هو متوقع، ويرى بعض المؤرخين أن كان مجرد تمثيل صوري للحياة النيابية. ازدهرت الحياة السياسية في عهد الخديوي وإسماعيل، خاصة لما قام بإنشاء مجلس شورى النواب سنة 1866، وده كان البداية الأولى والحقيقية للحياة النيابية السليمة في مصر. لكن للأسف الحلم ما بيكملش. مع مجيء الاحتلال البريطاني سنة 1882 عمل على هدم الحياة السياسية والحياة النيابية في مصر، لأنهم كانوا بيعتقدوا طالما في نواب ينوبوا على الشعب، طالما في جمعية نواب، ده هيؤدي لزوال الحكم البريطاني. واتخذت الحياة السياسية وقتها شكل جمعيات المقاومة السرية بهدف طرد المحتل الإنجليزي، لغايه ما نجحوا في سنه 1913 في اجباره على اصدار دستور 1913 وتاسيس الجمعيه التشريعيه. تمام، هنبدا هنا مرحله جديده، المرحله الثانيه وبدايه ثوره 1919. طلبت طبعا الثوره بالحريه والاستقلال واقامه حياه نيابيه ديمقراطيه شامله في مصر. نجحت الثوره في الضغط باصدار تصريح 28 فبراير 1922 واللي هو اعلن مصر دوله مستقله ذات سياده، وبعدها تم انشاء دستور 23. كان النظام النيابي العامل في دستور 23 قائم على الفصل والتعاون بين السلطات، وبناء عليه تم انتخابات 1924 اول انتخابات نيابيه. بعد كده الغي دستور 23، شكل دستور جديد 1930. ما استمرش فتره طويله لان كان الضغط الشعبي وقتها رافض للنظام السياسي القائم. بس نقدر نلخص الفتره الشامله ما بين 1923 ل 1952 انها شهدت 10 انتخابات برلمانيه خلال الفترة القصيرة دي، وده يدل مدى عدم الاستقرار النيابي في مصر وقتها. بعد ثورة 1952 تغير شكل الحياة في مصر بالكامل، وتغيرت الحياة السياسية والنيابية بسبب تحول مصر من النظام الملكي للنظام الجمهوري، وأصبح عند المصريين أول مجلس الأمة، تشكل سنة 1957. المجلس ده استمر من سنة 1957 وتم حله في سنة 1958. المجلس اللي تلاه جه سنة 1960 واستمر لسنة 1961. ده كان مجلس الوحدة بين مصر وسوريا.